وهذا سائل يسأل يقول: أحسن الله إليكم، ما المراد بقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن أهل الموالد يؤجرون على نيتهم ومحبتهم ويؤزرون على بدعتهم؟ هل يصح ذلك؟ هل نعم، ما المراد بقول شيخ الإسلام رحمه الله أن أهل الموالد يؤجرون على نيتهم ومحبتهم ويؤزرون على بدعتهم، وهل يصح ذلك؟ ما قرأت هذا، هو في اقتضاء الصراط المستقيم يقول: وإن كانوا يؤجرون على أصل النية، يعني محبة الرسول، لأن محبة الرسول عمل صالح وهو من حقوقه صلى الله عليه وسلم، لكن البدعة يأثمون عليها لأنها ليست من ما أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر به، يجتمع لهم أجر وعقوبة على البدعة وأجر على المحبة. نعم.